تليفوني؟ انتي نقلتي كل شيء عليه صح؟ ايه استاذ. بس الملف ما انا موجود استاذ. اي ملف؟ الملف تبعي مهم كتير عندي. آسفة كتير استاذ، شكله ما انتقل مع باقي الملفات. لهالدرجة مهم؟ طبعا مهم كتير. عن جد انا كتير آسفة. فيني اخدمك باي شيء تاني؟ لا فيك تروحي، ما حدا رح يقدر يخدمني. استاذ في شغلة تانية، بس حابة اني ذكرك انا طالعة بكرة على البلد، لانه خبروني انه ماما مريضة. رح فهم نيشا شو تساوي بغيابي، وكمان رح تابع الشغل على التليفون. وكمان في عندي شيك باسم الدكتورة بوس، وهذا الشيك من الشهر الماضي. جيبي لهون. استاذ انا كنت عم اقول انه خلصنا. مثل ما انا بقول انت لازم تساوي. اسفه استاذ. أنا ما بدي أي شيء يذكرني فيكي أبداً. قسمتك لك قسمتك كون جان زندگی میں کیا ہو کون جان زندگی میں کیا ہو سونا، سمعتي البابا شو قال لك؟ كيسے بھی کچھ رنگ پیار کے ایسے بھی کچھ رنگ پیار کے ایسے بھی هاللون كتير بيلبق لك. حتى حلقك وساري طالعين عليكي بعقد حاسس انك شي بوز. انا بحبك بجنون. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के انت شو رايك استاذ؟ ايه انا بقصد اشوف مثل ما بيقول كل الفريق وانا موافق. أنا وهي أطيب قهوة سخنة من تحت إيدين أبوك. يا نصاب أنا اللي سويت القهوة. إيه خلص لا تتخانقوا، أنا هي اللي عملت القهوة. كنا هي
اختي انت ما بتعرفي لك شي واحد غير هاد؟ شغلته يساوي عقود الزواج. في واحد كان اسمه بربر، يا ترى لساته عم بيساوي عقود؟ ليش اختي؟ يعني انت عم تفكري تزوجي ابنك؟ شبكي اختي انت شو عم تحكي؟ معقول يعني نزوج الاخ الصغير والاخ الكبير لساته ما تزوج؟ يا اختي ديف هو اللي بيقرر امتى يتزوج. اختي شو يعني انت بدك تضلي ناطرتي؟ مو لازم هلا انت اللي تقرري كل شي بنفسك؟ انا بتمنى انه يمشي الحال بسرعه بقى. اختي ديف مو جاهز للزواج هلا. بتعرفي انه انت رح تعصبيني اختي؟ طيب مين اللي قال لك انه ديف مانو جاهز؟ ها؟ لما كان حابب الدكتوره اجا وحكى لك شي؟ صح ولا لا؟ طيب بلا ما ذكرك بهالقصه بعرف انها بتضايق. يعني انا بس كنت بدي اقول لك انك ما رح تقدري تعرفي كيف بيفكروا شباب هالايام، لهيك لازم تزوجيه بسرعه منشان يستقر ويلتزم. اختي ديف شاب صغير سبق وارتكب خطا كبير، لا تخلي له فرصه يرتكب خطا تاني. انا بعرفه لديف مستحيل انه يغلط مره تانيه. خلينا نحاول، بلكي ديف عم يفكر هلا بالزواج. طيب بس خلينا نساله. عن شو بدك تساليني؟ الحقيقه ابني عم نحكي بشكل عام، يلا نفطر سوا. لا ماما ما فيني، عندي شغل مهم. خلص باكل شي من برا. ليش؟ بس دير بالك موفق، لازم تاكل شي ماشي؟ حاضر. اختي كان لازم تخليني انهي الموضوع. الوقت ما انه مناسب لهيك حديث هلا اختي، فهمتي علي؟ ماشي بس اختي انا لسه خايفه كتير، لا تكون سوناكشي عم تحاول ترجعه إلها. يعني ما تنسي إنه هالبنت ذكية كتير، يعني بسهولة ممكن ترجعه. لهيك إختي أنا ماني مطمنة لموضوع هالبنت أبداً. ليكي أنا حكيت الشي اللي مخوفني، أهو أنت تصرفي. هاي أنتي؟ تعي عادي شوفي. ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ ما تخافوا أنا منيحة. سونا أنت بس قعدي عادي عادي عادي. إيه عادي. نحنا كنا يعني أنا وأمك عم نحكي مع بعض، بس المهم نحكي معك أنت. كنا بصراحة عم نحكي إنه أنت لازم تتزوجي، أكيد ما منجبرك على هالشي، بس فكري وبتلاقي إنه هذا الوقت المناسب. اوكي اوكي عن جد؟ يعني بظن انه تفكيركم مزبوط وانا موافقه، بس بصراحه عندي شرط. شو هو الشرط يا بنتي؟ في حدا جديد بحياتك؟ لا بابا انا مو هيك قصدي. المرة الماضية أنا اللي اخترت الشاب بنفسي وطلعت غلطانة، ما عاد فيني أوثق بحالي هلأ، أنا بوثق فيكن. اللي أنتو بتشوفوه مناسب رح أوافق عليه. الحقيقة ماما في مريض عم يتصل بس بدي رد عليه. شفتي؟ كنت عم بتقليلي لا تحكي بالموضوع وهي طلعت موافقة. بجاي ما بدي اياها تتسرع بهالقرار، انا خايفة عليها لتندم بعدين. عشان ما رح يصير شي، سوناكشي ذكية كتير رح تعرف تتصرف.
بس أهم شيء إنه نحن هلأ نضل واقفين جنبها وندعمها وما نتخلى عنها بالمرة. مدام بدك البنت اللي أنت حابة تطلبيها إنه تكون موظفة يعني؟ ولا ست بيت؟ أنت حددي شو بدك وأنا جاهز لكل شيء. أنا عم دور على شاب. أوه أنا آسف ما فهمت عليكي. على كل أحوال في عريس مناسب لبنتك ريا وبتوقع رح يعجبك. ما بدنا نزوجها لريا هلا. عفواً لمين العريس مدام؟ سجل عندك. ماشي. بدي إياه إنه يكون مرتب وابن عائلة وياريت كمان يكون شاب حلو كتير. دكتور إذا في مجال. ماشي. خد هاي. أنا بدي العريس مشان هاي البنت وكمان دكتورة. دكتورة سوناك شيبوس. أنت بتعرفي عائلتها منيح؟ ما بعرف وضعها للعائلة منيح بس أنا بعرف هاي البنت كتير مو شوي. هي بنت ظريفة متعلمة مثقفة ومحترمة كتير لهيك لازم تلاقي لها شاب يكون مقتدر على الأقل يكون هاد الشاب نفس مستواها العلمي. بدي يكون عريس مرغوب وبدي يكون أي بنت بتشوفه بتحلم فيه. شوفي مدام هذا الشاب محامي بيشتغل بأكبر شركة بهالبلد بالمواصفات اللي طالبتيها حضرتك. منيح. في خيارات تانية؟ ماشي. شوفي هاد دكتور كمان. لا لا هلا انت شفت صورتها اكيد لقيتها حلوة يعني لازم يكون عريسة شاب حلو مثلها على الأقل. ليكي هاد شاب حلو من البلد وهو ابن عائلة ومعه مصاري بس طيب بس شو ليك ما أحلاها هالشاب بين شغلة كتير لها بإيدنا بعض. هيك لازم يكون عريسة لازم تبلش بسرعة. أنا كتبت لك العنوان بالورقة واسمها سوناكشي كل التفاصيل بتلاقيها معك بس أنا بدي منك شغلة صغيرة. ما بدي أي حدا منهم يعرف إني أنا يلي بعدت لهم هاد العريس. أكيد ما رح تغلط. أكيد اسمك ما رح ينذكر. أنا لازم أمشي هلأ. طيب يا مدام عن إذنك. شكرا. العفو. شو هاد أختي دغري سمعتي مني؟ ما كنت متوقعتك تتصرفي بهالسرعة هاي. إيه بس ليك عملتيها. أوه. أنا شو اللي عملته أختي؟ بس أكيد أهل سوناكشي هلأ بيكونوا شايلين همها وبدون يزوجوها. معلش حرام قلت خليني ساعدهم بهالموضوع وبس. وليش لا يعني إذا ما قدرتي تزوجي ديف الأسهل إنك تزوجيها إلا وهيك بتخلصي وبترتاحي من هالدكتورة. بس إختي أنتي ليش كنتي عم تنتقدي الشباب وأشكالهم؟ إيه؟ ليش؟ أي شاب فيهم زيادة عليها؟ سمين، قصير، أحول، أهبل، كله منيح. ما بيصير تحكي هيك إختي. سوناكشي المفروض إنها تتزوج شاب حلو ومؤدب كتير منشان يخليها مبسوطة للأبد. وكمان أنا عملت اللي علي مشانها وهن بعدين أهلها يستفلوا بالباقي. البنت بنتهم مو هيك؟ ما قلتي لي سونا عجبك شغلك الجديد؟ منيح. عندي مرضى كتير مو مثل شغلي القديم. بالحقيقة كتير منيح كتير مبسوطة. مبسوطة؟ ولا أنتي عم تتظاهري إنك فعلا مبسوطة؟ لا تزودي علي سونا. أنتي منيحة؟ إيه. ليه عم تسأليني؟ لأن أمك وأبوكي قاعدين عم يتخانقوا من الصبح. تعرفي إنهم عم يدوروا لك على عريس؟ إيه حكوا معي. معلش تسمعيني أنتي شايفة إنه قرار الزواج صح هلأ؟ وليش حتى ما يكون صح؟ ما كنت بدي اتزوج من قبل.
ايه صح، بس كنتي بدك تتزوجي اللي بتحبيه، وانتي ما إلك زمان تاركتي. انتي برأيك رح تقدري تتقبلي واحد غيره بهالسرعة؟ ماما ما كانت مبسوطة بعلاقتنا أبداً، ما انبسطت أساساً بالعلاقة كلياتها، وضلت تكذب علي لحتى ماتت من جوا. روحي سوناكشي، خلاص لازم ننفصل. سونا؟ أنا لازم أتزوج يا إلينا. أنا ما بدي إنه يكون عندي فرصة تانية لأضعف وإرجع له فيها. ماما تعال عادي. السيد غوبتا جاي لهون منشان يورجيها لسونا شو في عنده خيارات للزواج. تشرفنا. انتو شايفين الوقت مناسب؟ اي ماما هاد هو الوقت المناسب. انا برأيي لما بتلاقوا رجل مناسب بيكون صار الوقت المناسب. على كل الاحوال انتو شوفوا الخيارات اللي معي، بتوقع في شي يناسب عائلتكم الكريمة، وهذا واحد منهم. اتفرجي ممكن يكون الرجل مناسب. اتفضل اذا بتريد. اسم الشاب بريتويك سين. شوفي مبين عليه كتير منيح. هو منيح بس ما قلت لي شو بيشتغل وابوه شو بيشتغل كمان. بيشتغل دكتور وابوه موظف متقاعد، واهله كتير مرتاحين ماديا، لهيك انا اقترحته اول اسم من بيناتهم، وفي باقي التفاصيل موجوده بهي، اطلع عليها. ايه طيب هو منيح كتير بس ايه بس سونا لازم توافق بالاول ونحن بعدين. ايه المفروض نفكر كلنا وبعدين نقرر. يا اهلين مدام. انت رحت عبيت سوناكشي؟ والحقيقة هنن عجبهم الشاب كتير، صاروا متصلين فيني 3 مرات لياخدوا تفاصيل، وهلأ إذا بعتولي هنن تفاصيل عن مواصفات سوناكشي أنا رح أبعتها لعائلة الشاب فورا. بس أنا حابب لك شغلة مدام، الشاب اللي حضرتك اخترتي لسوناكشي كتير مرتب، لهيك بتوقع أنه رح يوافقوا بأسرع وقت ممكن. عن جد شكرا، أنا بس كنت حابة أعرف شو صار معك. شكرا. سيد اشتري هاد مني، بترجاك تشتري، فيك تهدي لحبيبتك. طوق خدي لبسي. لا ليش؟ لأنه أنت بدك تلبسني. يا أستاذ ما عندي حبيبة أعطيها هذا الطوق. روحي. تفضل خدو. لا خليه. شكرا لك. روحي سوناكشي، خلاص لازم ننفصل. أنا اللي خبرتها إنه لازم ننفصل، بس ماني عم بقدر صدق إنه سوناكشي بعيدة عني. لازم أعرف وين أنتي وشو عم تعملي. أنا مشتاق شوفك مرة، بس مرة بدي شوفك مرة تانية، لساتني بحبك. خلي
سونا تشوفها بالأول، كمان رأيها بهمنا كتير صح أو لا. طيب هي جاهزة لهالشي هلأ؟ المشكلة إنه النقاش معك ما في فايدة منه أبداً. ليش يعني؟ دائماً ما بتفهم علي وعندك طريقتك الخاصة. شو عم بيصير؟ على شو عم تتخانقوا أنتو؟ لا ما في شي حبيبتي، روحي غسلي إيديكي. ماما قليلي بابا ما في شي، بس شفنا شاب مشانك، والشاب كتير محترم وهو دكتور، وأبوه كمان مرتب متقاعد، وأمه ميتة من سنة. بالنهاية القرار لإلك. ايه معه حق أبوكي، بس نحنا مالنا مستعجلين، نحنا بس شفنا ملفه لهلأ. أنتي بس تكوني جاهزة خبرينا ونحنا منكمل الموضوع، ماشي؟ خير؟ ليش واقفين هيك كأنكم ملاقيين شي كنز وعم تتقاسموا؟ سونا؟ مو على أساس نروح على الكافيه سوا اليوم؟ صح، أنا نسيت. وهلأ تذكرتي أنا جاهزة. خالته، عمو، نحن رايحين على الكافيه هلأ. روحوا بسرعة، يلا. أنا عجبني هالشاب كتير، بتمنى إنه يعجب سونا كمان. منيح. سونا، مبينة إليك يومين كتير ضايعة، شبك؟ منيح اللي جايبة بطاقتك لهون، مشان إذا ضعتي رح تلاقي شي حدا يوصلك على العنوان الصح أكيد. أنا ماني ولد صغير، ماشي؟ بس أنتي ضايعة صح؟ سونا؟ أنتي ليش وافقتي فوراً على حكي أبوكي وأمك؟ أنا قصدي لا تتسرعي بهيك قرار أبداً. أنا ما قررت شي لسه، ماما وبابا حاسينه مناسب، وأنا فكرت إنه ممكن شوفه ويكون منيح كتير. شو بده؟ ألو سوناكشي، مرحبا. أهلين، بس ممكن تقليلي وين التقارير تبعي؟ أستاذ، لا أنا عن جد لا لا أبدا، أنا آسفة، بوعدك إنه هن هي آخر مرة بتصير فيها، أنا كتير آسفة أستاذ. ألو ألو ألو، شو صاير؟ في شي؟ إلينا، أنا مو عارفانة وين وصلت بهالحياة هلا، ليش؟ حتى بالشغل كمان ماني عارفانة شو أتصرف. يعني معقول أنا ما عادت عم أعرف أشتغل بنوب؟ سونا لا تكوني هبلة، هاي مرحلة بس ورح تتجاوزيها، عطي حالك شوية وقت. أنتي دفعتي الحساب؟ طب أمشي. عفواً، شفت البنتين اللي طلعوا هلا؟ هي إلهم. أهلاً ديف، تفضل. أستاذ ديف، مين ما بيعرف حضرتك؟ أنا قريان عنك كتير بالمجلات والجرايد كمان، والشي اللي عملته أنت بهالعمر ممتاز، عن جد إنجاز. وأنا سمعت عن حضرتك كتير، وعن استثماراتك الغذائية كمان، كتير شغل منيح، وسمعت أنك وسعت شغلك كمان وجبت موظفين جداد. إيه صح، لأنه هلأ عنا الطاقة والإمكانية لنعمل مشاريع كبيرة كتير. قبل ما بلش ناقشك بالشغل بدي أحكي معك بخصوص الموظفة عندك، دكتورة سوناكشي بوز. إيه تفضل، توظفت جديد عنا، إذا عندك أي شيء عنا تفضل احكي، هي جديدة عنا وعم تتعلم جديد، إذا غلطت شي غلطة. لا، الدكتورة سوناكشي بوز ما بتغلط أبداً،
وإذا غلطت بس لأنها جديدة ما فيك تحاسبها أبداً، ولهيك أنا بتمنى أنك تكون عم تتعامل معها بشكل منيح. أنت بتعرفها؟ طبعاً، مين اللي ما بيعرف أحسن أخصائية التغذية هون؟ وكمان بتكون رفيقتي. أنا شخصياً رح أتأكد أنه وضع الدكتورة تمام. هذا اللي متأمله منك. وهلأ بعت لي مشروعك للسكرتيرة وهن بيدرسوه بيخبروني. تمام، شكراً لك. العفو. صباح الخير دكتورة. أهلين أستاذ. أنا عن جد كتير آسفة مشان لا ما في داعي تعتذري أبداً، أنا بس جيت لشوفك إذا أنت مرتاحة بالشغل. أي أستاذ. صحيح نحن شركتنا صغيرة لهلأ بس من حظنا أنك معنا. هالأيام الشركات أكتر شي بتهتم في صحة موظفينا ويعني خصوصي التغذية، ولهيك من هلأ رح يكون الاهتمام بمجالك كبير كتير، وأنا شخصياً رح تابع العمل. على فكرة صديقك حمد بشغلك وشطارتك كتير وحكالي إلي هالشي وطلب مني إنه اعتني فيكي وشوف طلباتك. هالأيام ما بتلاقي هيك رفقات مهتمين. رفيقي أنا؟ بس عن مين عم تحكي بالضبط؟ عن جد؟ الأول والوحيد عن الأستاذ ديف. بس ليش ما قلتي لي إنه الأستاذ ديف هو رفيقك؟ شو هاد فهمني؟ كيف بتعمل هيك أنت جنيت؟ شو صاير لعقلك؟ شو بدك مني؟ مانك معقول أبدا يا أستاذ ديف. أنا اشتقت لحكياتك كتير سونا. أنت بأي حق بتروح بتحكي مع مديري؟ لك شو مفكر؟ إنه لما أنت بدك تحب أي حدا بتحبه، ولما أنت ما عاد بدك يا عادي بتتركه، لا والأحلى لما بدك بتروح لعند مديره عادي كمان. وهلا احذر شو يا أستاذ ديف؟ حضرتك ما بتاخد هذا القرار. أنا قلت لك من قبل يا أستاذ ديف، أنا وأنت غريبين، فهمت؟ نحن غريبين وما بيحق لحدا منا يتدخل بالتاني، والحق اللي كان لك من قبل علي هلا هو انتهى وخلصنا. اسمعني شو، انا هلا ماني رفيقتك وما رح كون ابدا. انا ولا شيء بالنسبه لك، وانا اللي قررت هذا الشيء يا استاذ ديف. ها؟ ومن هلا وطالع ما عاد تحاول تقرب علي، لا انت ولا اي حدا بيمثلك بصله. وانت ما لك حق انه تهتم فيني ولا حتى تفكر فيني، وما لك حق حتى تطلع علي. لا سونا لا تروحي. سوناكشي؟ وكيفن أمك وأبوكي؟ عن جد عم تحكي؟ وقفي سونا لا تروحي لو سمحتي. سوناكشي؟ وهلا شو؟ إلينا وسوراب كيفهم؟ عن جد؟ أنت أكيد عم تمزح صح؟ أنا إلي ساعة عم صرخ بوشك وأنت مانك سامع ولا كلمة على الأغلب. عندك فكرة قديش هالشي في إهانة لإلي؟ أنا عن جد مليت منك يا أستاذ ديف. يلا باي. اشتقت لك كثير سونا. किस्मत के लेखे किसने देखे कौन जाने जिंदगी में क्या हो साथ चलते चलते जिसका सके दिल जोर हो जीना
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के الو ديف، ليش ما كنت عم ترد على تليفونك؟ كنت ضايع. شو ضايع؟ ايه هو الموبايل اللي كان تحت الملفات وما قدرت لاقيه. وليش دقيتي لي ماما؟ هو انا بس كنت بدي اشوف اذا انت متاخر بالشغل اليوم ولا راجع بكير على البيت. قلت نتعشى سوا احسن ما كل واحد يتعشى لحاله، شو رايك انت؟ شو جايه؟ ايه ماما جاي. انت منيح؟ صاير شي مشكلة معك؟ لا ماما ماشي، بس انا ما عم بفهم هلأ. تمام، شو اللي ما عم تفهمه حبيبي؟ لا امي، انت لا تاكلي هم شي ابدا، بتصير انسي. رح اجي على البيت بعد شوي، ماشي؟ بشوفكن. لا تطول لكان، ناطرتك. هاد فريق رائع. تتذكر هديك المباراة؟ شي بجنن. ايه مزبوط، وصلوا لنصف النهائيات وهن فريق قوي وبجنن كتير. معك حق بكلامك، جبنا الكنزات اللي مكتوب عليها اسم الفريق وقتها. ومو بس انا، كل المنطقة جابت هاي الكنزات نفسها. بيجاي، هاد الزلمة تارك شغله من زمان، خلينا نفتح الموضوع هلأ. للحقيقة الكريكت لعبتي المفضلة كمان. كنت مفكر رح يطلع لاعب كريكت، بس اختار طريقه لحاله. وشو بتشتغل؟ شي مهم؟ ابني بيشتغل دكتور. بابا، أنا مبسوطة كتير إنه بريتو ويكو أنا ما ورثنا منك روح الدعابي. إيه، عن جد شكراً. غالزين حبيبي ابني، احكي لنا شوي لسه عن حياتك. عن حياتي؟ ايه. شو احكي؟ يعني بلغت وانا وصغير، كنت كتير كمان، بقصد انه بلغت بالعمر، يعني من لما كنت صغير كبرت وقتها. هذا انا، وبصراحة انا بكره كتير هاي الحركات تبع الاولاد الصغار. وللحقيقة انا هلا رح اقول انا بحبك. انت متاكده منيح انه العريس رح يكون لحفيدتك سوناكشي وانه مو الك؟ واو شو مهضوم. بس يا عمي هاد ما بيوقف ابدا اذا بلشنا هلا، لهيك يا ريت تقلنا امتى رح توصل سوناكشي لهون؟ يلا شوي ورح تجي. ها كثير منيح، لانه انا مالي مستعجل. لك يا أخي، أنت عم تكبر معقول؟ ولساتك عم تتصرف مثل الأولاد الصغار على الأكل؟ ليش عم تحاكيني هيك مثل الأمهات؟ بتبلش تاكل هلأ، لأنه إذا أكلت هلأ رح تشبع بعد شوي، ولما نقعد ناكل كلنا سوا أنت بتكون أكلت هون وشبعت وخلصت. نحن مخططين إنه ناكل كلنا سوا وأنت ما رح تكون معنا. هلأ رح يجي ديف وناكل كلنا سوا. ديف مو مطول. اها معناتها اليوم رح تكون العينه كلها ملمومه على العشاء، ما هيك؟ معناتها لننطر ضيف لحتى يجي. اصلا انت عامله الاكلات اللي بيحبها هو، ومو مفكره تعملي لي اكلي انا بحبها. قلت لك اعملي لي شوربه عدس، شوربه عدس، وما فكرتي فيني ولا خطر ببالك تعمليها. اوه خلص اخي، بكره بعمل لك الاكلات اللي انت بتحبها وعد مني، بس هلا خذ دق لي هاي شو طيبه. انا بس اليوم فكرت اعمل الشوربه اللي بحبها ديف، حرام بس ياكلها رح ينبسط كتير وينسى التوتر والتعصيب اللي بالمكتب عنده. طيبة؟ ممتازة. ليلي، ليش عم يعصب ويتوتر بالمكتب؟ لا مو هيك، هو ما حكى وقال لي انت لا تاكلي هم شي ابدا ماما، انت بتعرف قديه بيشتغل وبتعب حاله. انت حكيت معه بشي موضوع؟
وأنا ما بعرف بهالشي ومو مخبرني إنك حكيته؟ تركيه خلاص. شو قصدك إنه أنا لازم أتركه؟ قلي شو حكي أنت وديف، يلا بسرعة. في شي لازم قلك يا إشواري وأنت ما بتعرفي لسه. يا أخي خلص لا عاد تحكي معي بالألغاز، هلأ احكي لي، يلا احكي لي شو لازم أفهم أنا. سوناكشي شبه؟ طيب سوناكشي شو دخلها بحديثنا؟ أخي ديف هو حكى لك إنه متوتر لأنه هو وسوناكشي تركوا بعضهم من فترة؟ هذا مو كل شيء إشواري. طيب أنت بتعرفي إنه سبب انفصال ديف عن سوناكشي كرمالك أنت وبس؟ مشاني؟ مشاني أنا ديف ترك سوناكشي هو؟ طيب ليش؟ ليش مشاني؟ ليش يعني؟ شو دخلني أنا؟ أنا ما حكيت شيء وديف ما بيعرف إنه أنا ما بحب سوناكشي وما بحب علاقتهم، أنا ما قلت له شيء. بعدين أخي سوناكشي أو ديف هن قرروا إنه يتركوا بعضهم وينفصلوا، بس أنا ما قلت لديف إنه يتركها لسوناكشي، هو أصلاً ما بيعرف إنه أنا ما بحبها. أنت بس اللي بتعرف إنه أنا ما بدي هالعلاقة تتم، أنت خبرته لديف هالحكي هاد شيء؟ طيب وأنا ما حكيت، هو تركها لحاله، هاد قراره. أنا مالي علاقة. أنا شو دخلني؟ هو لحاله. ديف هو قال لك إنه هو انفصل عن سوناكشي بس مشاني إلي يعني وبس؟ إشواري وليش ديف لحتى يحكي؟ وأنا عم أحكي هالحكي لأنه بعرف منيح ديف كيف بيفكر. هو شاب كتير معطاء وصادق، وسوناكشي بنت معطاء وطيبة. معقول ما حس بشعور بشع بس تركها؟ يعني نسيها بهالسرعة؟ ما فكر إذا سوناكشي سامحته أو لا. طيب هو رح يسامح حاله بعد هالقرار؟ يلا تعالي هلأ. بنتي سونا كتير إنسانة جدية بشغلة ومستحيل تترك مريضة، بتضل عم تتابعه وحتى لو ما رجعت على البيت المهم ما تتركه أبدا. يعني يمكن بنتي تأخرت شوي بالرجع على البيت بسبب شغلة، ما بعرف إذا أنتوا عندكم مشكلة بهالشي. لا نحنا كمان عندنا نفس الشي، نتفاجأ وقت بيرجع بكير على البيت. الدكتور دائما وقته مو بإيده، يعني بالأخير هي حياة ناس ومسؤولية بين إيديك وهذا الوضع طبيعي. شفت؟ ما في مشكلة أنا فهمانة، بس ضروري نخبرك إنه هي ما بتعرف تطبخ ولا شيء ولا بتشتغل بالبيت، يعني هي مو ست بيت أبدا. هي بتعرف تخيط تياب. شفت هي ما بتعرف تشتغل شيء. ممتاز، ولا أنا بعرف أعمل هدول. أنا عم دور على شريكة حياتي، ولما الاثنين ما بيعرفوا يشتغلوا شيء بيتعلموا مع بعضهم خطوة خطوة كل شيء. معناها صار فيني إنه أقضي كل حياتي معك، رح كون مبسوطة كتير كمان. اسمعني، وإذا سوناكشي ما وافقت تتزوجها حكيني، أنا موافقة أكيد. متأكدة؟ لا سونا بالبيت يعني ما بتعرف تطبخ ولا هالشغلات، ما بناكل همها نحن أبداً. هن لازم يتفقوا شو بدهن يتعلموا بالضبط، مو إلزامي هالشي. عندك ابني يعني بس بده يشتغل بيشتغل لحاله من راسه، وبس لا الخدامة بتشتغل له وخذ على جيبي شاي ومي، وإذا الدكتورة ما بتعرف تشتغل كل هدول مو مشكلة، أنا بعلمها، أنا بعلمها كل شيء. هاي سوناكشي. تعي أدي سونا رح أعرفك، هاد الأستاذ سين. هلا بنتي. كمان هاد ابنه بروتويك، وهاي أخته لأنسة مده اللطيفة. مرحبا. يلا جاهزي حالك لتقابليهم، والشاب جهز أسئلته لإلك. مرحبا.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.